نوصلوا تول ثالث ديزيز عندنا في سلسلة الأوبستراكتيف لانج ديزيز، وهو يعتبر ديزيز مهم جدا وشائع جدا، وخاصة في الفترة العمرية الصغيرة اللي هم عند الأطفال، وهو البرونكيال أزما، أو نحن نسموه بالعامية حساسية الصدر. شن فكرة الديزيز هذا أز أجنرال؟ بما أنه هو ينتمي لسلسلة الأوبستراكتيف لانج ديزيز، فبالطبيعي أنه بيصير أوبستراكشن في الإيروي. فالديزيز هذا كفكرة عامية أنه يصير لي جنرالايزد برونكو كونستريكشن، يعني يصير لي برونكو كونستريكشن او سبازم في الكل الايروي اوف ذا لانج. وبالتالي ما دام هنا الايروي صغيرا، بالتالي دخول الهواء حيصير في اعاقه شويه، حيقل دخول الهواء، بالتالي حتاثر على ريسبيرتوري فانكشن، حيخش في كومبليكيشن، حيخش في ديزيز. فنتفقوا ان البرونكيال ازما هي عباره عن كرونيك انفلاماتوري ديسوردرز. بشنو يصير لي لو صار لي كرونيك انفلاماتوري ديسوردرز؟ حيؤدي الى ايبيسوديك سبازم اوف ايروي. تقول لي ايش معنى كلمه ايبيسودك؟ اوكي، سبازم اوف ايروي انا عارف ان يصير برونكو كونستريكشن، لكن ايبيسودك كيف؟ ايبيسودك معناها حاجه متقطعه، حاجه تكون بتصير بشكل دوري مش مستمر. جماعه اللي يعانوا من حساسيه صدر او الازمة هذه، تجي مرات الشخص هو ما عندهش الاتاك، هذا مش سير له الاتاك، تلقاه طبيعي نورمال. نجي نقول لك لو الشخص هذا يعاني من حساسيه صدر ازمه، تبحث فيه تقول الشخص ما في شيء ولا حاجه، طبيعي او يتنفس كويس وعايش تمام. لكن هم عندهم بعض الالرجينز، يعني بعض المواد او العوامل لو تعرضوا لهم حيخشوا في اتاك، حصيل الدهشه ويبدا يكح ويخش في كومبليكيشن. مجرد من الحاجه اللي هو تعرض له او العامل اللي هو تعرض له حول واختفى، الشخص حيرد طبيعي 100% ويرد كيف قبل. لو تعرض للالرجين اخرى او الحاجه اللي هو سبب الحساسيه اخرى، حيخش في اتاك وهكذا. هذا ليش سميناه episodic spasm of airway؟ فتلاحظ ان spasm of airway او البرونكو كونستريكشن يصير بشكل متقطع بشكل دوري، يكون ريفيرسبل، مش حيكون irreversible. هذه مهمه في الام سي كيو. بالتالي حيكون ريفيرسبل او intermittent airway obstruction، ما دام هو تعرض للحاجه اللي مديره الاتاك هذه وهو قاعد عنده airway obstruction او في spasm في الايروي. مجرد ما هذه الحاجه اللي حولت، الشخص حيرد طبيعي كيف ما هو. فاتفقنا ان هي عباره عن chronic inflammatory disorders lead to episodic spasm of airway due to exposure of allergic stimuli او allergen، خلينا نسموه. بكيف شنو مثلا الallergen؟ كيف مثلا air pollutions، اي حاجه في الجو، عجاج، غبار، ممكن ياثر فيه. وديما في الايام القبلي الايام العجاج، جماعه اللي عندهم chronic asthma contraindicated انهم يطلعوا برا، يعني عارفين روحهم يخشوا في اتاك. ممكن سموكينج، لو شخص مثلا عنده برونكيال أزمة وجاء قاعد جنب شخص مدخن ولا قدامه سبسي دخان، دغري حيخش في اتاك. الداستس بشكل عام، البولينز، بعض الانيمالز، في اللي يربوا حشاكم في حيوانات في المنزل، وخاصة الحيوانات اللي هم يكون عندهم مثلا وبر، كيف مثلا الكاتس، الدوغز مثلا، الحوالة، خروف. فهذين كلهن ممكن يخشن شخص في أتاك. حمام مثلا، دجاج. وديما أنت بعد تقعد في المستشفى ويجيك مثلا عيل صغير خش في أزمة، أسأل الأم والأب، قول لهم هل أنت متربوا في حيوانات الحوش؟ مرات يقول لك نربوا في حمام نربوا، فتقول له ديما باعدهن أو بيحن أو تصرف، يعني كل ما هن الستيمولس هذا والحاجة اللي تسبب في الألرجي متواجدة، الشخص هيجي ديما في أتاك. تمام. ممكن بعض الدراجز في بعض الدراجز ممكن يؤدن الى دخول في الاتاك. كيف شنو مثلا؟ كيف البيتا بلوكرز، بيتا بلوكرز ممكن تخشك في اتاك اوف ازما. على سبيل المثال مثلا عندك الاسبرين حتى هو ممكن يخشك في الاتاك اوف برونكيال ازما. فهذين كلنا نعتبرهم الرجيك ستيمولاي. فديما الاشخاص اللي يعانوا من برونكيال ازما يجوك بثلاث اعراض في الكلينيكال بيكتشر اوف برونكيال ازما، يجوك بثلاث حاجات. يجيك بديزنيا، وديزنيا اتفقنا ان كلمه ديزنيا معناها دهشه او بريثليسنس. يجوك بديزنيا، ويجوك بكف تلقاه يكح، ويجيك بويزنج. كلمه ويزنج بالعاميه ما صدره يزوي او صدره يصفر، كم يتنفس تلقى اول حاجه يجيك يتنفس بسرعه، وكل صوت نفس، وخاصه لو حطيت السماعه تقدر تسمع في صوت تصفير في صدره، تلقى يكح. هذين الثلاث اعراض لو شاك، وخاصه طفل صغير
الأعراض هذه فكر دغري في البرونكيال أزمة. لكن تو الأعراض اللي هو الدهشة والكحة والصفير في الصدر يقول لأي شخص، لو أنت تسأل أم البيشنت هذا تقول شنو أعراض الأزمة، مثلا في أم وعندها ولدها يعاني من الأزمة ومتعودة عليها، تقول لك تقول لها شنو أعراض الأزمة، تقول لك والله دهشة وكحة وصفير في الصدر، فيقول لها أي شخص ما لهش علاقة حتى بالطب. لكن أنت دكتور تو نبغى نعرف نحن الباثوجينيسيس اوف برونكيال أزمة، ليش تصير ديزني وليش يصير كف وليش يصير ويزنج، وهذا تو نبلتوه مع بعضنا نحن في الباثوجينيسيس اوف برونكيال أزمة. به لو نفترضوا به ناخذ قصه وسيناريو، نفترضوا ان في شخص ما عنده حساسيه الصدر او عنده الأزمة وتعرض لي الرجي، جاء يوم عجاج قبلي ما نحكي لك عليه بك، والشخص هذا خش فيه اتاك، شن الباثوجينيسيس او الباثوفيسيولوجي اوف برونكيال ازما، شن هن الخطوات اللي تؤدي الى حدوث الاتاك والدهشه والكحه والويزنج. اول حاجه في الباثوجينيسيس اوف برونكيال ازما اللي بنختصرها الكلام بكلمه واحده، كلمه واحده انت حتعرف كيف الميكانيزم صارت. الميكانيزم لحدوث البرونكيال ازما تكون ديو تو هايبر سنسيتيفيتي رياكشن تايب 1. فأنا متأكد إن كلكم عرفتوا شنو هي الميكانيزم، لأن في الهايبر سنسيتيفيتي أو ما خذينا types of hyper sensitivity عرفنا الميكانيزم متاع الهايبر سنسيتيفيتي type 1. لكن لا بأس إننا نذكره بها على السريع. لو نفترض إن في شخص ما تعرض لألرجين أي كوز كان، أول ما يخش الألرجين هذا للبادي هتحفز للأنتيجين presenting cells، لأن كيف مثلا الماكروفيس انتيجين بريزنتينج سيلز، تاخذ الالرجين تحطها في السطح نتاعها وتشيله وين؟ تشيله للسي دي 4 لان تي هيلبر سيل، صح ولا لا؟ تي هيلبر سيلز. التي هيلبر سيلز انا فيش ندير في اللحظه هذه، تبدا تفرز في انترليوكينز سيكريت انترليوكينز، هتبدأ في البداية تفرز لي انترليوكين 4. انترليوكين 4 شنو يدير الانترليوكين 4 هذا؟ يمشي دغري للبي سيلز، يمشي للبلازما او البي سيلز، يقول لي بي سيلز نبي انتيبادي صنعي لي بلازما سيلز، تمشي البي سيلز تصنع بلازما سيلز، فتعدي الانترليوكين 4 هذا يعدي يفرز لي الاي جي اي، يفرز الاي جي إيه اللي هو الانتيبادي طبعا، يمشي الاي جي اي هذا وين؟ يمشي على سطح الماسل، عندي هذه الماسلز، هذه الماسلز، فيجي الاي جي اي هذا يصب على سطح الماسلز ويوقف ستيموليشن عندها، والالرجين اللي الشخص تعرض له خلاص سيبه وعد وانتهى العجاج هذا عندي ورد امور ربيعيه وجو سمح، ومشى الايام والشهور وعدا الشخص يتعرض لالرجين اخرى. بعد تعرض لالرجين اخرى الاي جي اي هذه قاعده ثابته على سطح الماسلز، فما عادش تصير لي الخطوات هذين كلها، يجي دغري الالرجين يرتبط بالاي جي اي، لان الاي جي اي هو طالع يسبب الالرجين. شو تدير الماسلز؟ تبدا تدير لي في دي جرانيوليشن، طلع في جرانيولز نتاع الجرانيولز نتاع الماسلز تحتوي على هيستامين ميلي طبعا، تحتوي على بروستاغلاندين، وتحتوي على بعض الليوكوترينز، هذين جرانيولز تفرز فين الماسل، هذين هن اللي بيدرالي الاتاك تون بنحكوا عليه. نديروا توقيف عندهم باي، ونديروا مراجعه سريعه، اتفقنا ان الالرجين بعد دخل مسكن الانتيجين بريزنتنج سيلز من الماكروفاج عاد نحفز التي هيلبر سيلز، والتي هيلبر سيلز تبي تفرز انترلوكينز، فرزت الاول اللي هو الانترلوكين تايب 4 اللي هو عدى انتج لي الاي جي اي، لكن التي هيلبر سيلز مش هتفرز الانترلوكين هذا بس، هتفرز انترلوكين واحد اخر اللي هو الانترلوكين 5. انترلوكين 5، الانترلوكين 5 هذا وين يمشي؟ يمشي للايزينوفيلز، يعني يدير ستيموليشن لل إيزينوفيلز، ويبدأ حتى هي الإيزينوفيلز يدير لها يصير لها دي جرانيوليشن، أول حاجة يزيد عدد
يزيد عدد الايزينوفيل ويبدا الايزينوفيلز تبدا تطلع فيه بعض سبستانس حتى هي تبدا تفرز في سايتوكينز بعض السايتوكينز وبعض اليوكو ترينز باهي. هذين تو اللي افرزت اللي هي الايزينوفيل واللي افرزت اللي هي الماسلز شنو بنديرهم بالضبط؟ هذين الاثنين يمشن للوول اوف برونكيولز. لو ناخذ مثلا صوره مكبره للوول اوف برونكيولز البرونكاي يمشن للوول اوف برونكيولز شنو يديرن؟ اول حاجه يديرن ستيموليشن للسموث ماسل يديرن ستيموليشن او كونتراكشن للسموث ماسلز ودي لي برونكو كونستراكشن فدي لي ستيموليشن للسموث ماسل كونتراكشن هذه اول حاجه. ثاني حاجه ادي لي ستيموليشن للجوبلت سيلز في الاكشن تاعها درن حاجتين درن كونتراكشن للسموت ماسل فدار لي برونكو كونستراكشن وثاني حاجه عاد نحفز الجوبلت سيلز وطلع ميوكس كميه كبيره. انا الوول اصلا مش ناقصني انا بروحي صار لي كونتراكشن والوول ضيق واليوم ضيق تجي انت تفرز لي ميوكس اخرى ضيق لي اخرى ضيق لي في حالي اخرى فهذا اللي صار لي stimulation the smooth muscle contraction و stimulation of goblet cells وزاد لي secretion of mucus فقعد شكل البرونكيولز بهذا الشكل. بدل ما كان الشكل متاحن الطبيعي هيك واسعة أمور طيبة قعد الشكل متاحن هيك صالي contraction the smooth muscles فصغر اليومن وطلع عندي ميوكس في الابيثيليوم فقعد عندي ديكريز في اليومن. تو نبغى نثبتوا ليش الازمه يجوك بي ديزنيا ويجوك بي كف ويجوك بي ويزنج. شوف معي انا بعد صار لي برونكو كونستريكشن مش اليومن صغر مش دخول الهواء نقص معنى دخول الاكسجين نقص هذا ليش الازمه يجوك بي ديزنيا لان الاكسجين عندهم نقص وخشوا في هايبوكسيا فيجيك يحاول يلقط الاكسجين من الهواء بكميه باكبر كميه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مش توا عندي الميوكس بشكل كبير عندي لان صار ستيموليشن في جوبلت سيلز فعندي ميوكس مغطي اليومن بشكل كبير. اللانج شبيهه بالاسفنجه لان هي عندها ميوكس بشكل كبير فتحاول بتعصر نفسها هي مختي عارفين بتاخذوا سفنجه تغطسوها في ميه وتبي تعصرها تطلع الميه اللي فيها نفس الفكره. فالبادي هنا بيحاول يعصر اللنج مش يطلع الميوكس يطلع برا فيبدا يدير ستيموليشن للكف ريسبونس فيبدا الشخص يكح يكح الكح هذه يحاول شنو كانه يعصر في اللنج مش يطلع البلغم او يطلع الميوكس برا. هذا ليش يا جماعه اللي عندهم برونكيال ازمة يخشوا في كف. ثاني حاجه انا عندي اليومن ضيق ومعبى ميوكس شوفوا جوكم انت بعد تاخذوا هواء وتحطوه في دائره ضيقه فتطلع كيف تصفيره انت بعد تصفر تو لازم تدير فمك هيك تضيق فتحه فمك مش تطلع الهواء مش تطلع صوت التصفيره صح ولا لا؟ فمرور الهواء مرور الهواء خلال الول الضيق هذا ينتج عنه صوت التصفير او صوت التزوال فهو تلقى كل ما يتنفس كل ما ياخذ نفس تسمع صوت التصفير حتى بعد تحط السماعه انت على التشست نتاع البيشنت تقول له خذ نفس كل ما وقت نفس تسمع صوت تصفيرة. هذا ليش جماعة الأزمة يخشوا في ويزنج صفير في الصدر. أثبتنا توا وفهمنا ليش جماعة البرونكي الأزمة يخشوا في ديزنيا يخشوا في كف ويخشوا في ويزنج به. لو توا بالفهمة لو جيت سألت قلت له في دكتور جاني واحد وشكيت فيه إن عنده أزمة وسمعت صدره سمعت إن فيه عنده ويزنج وجاني بالكل symptoms of برونكي الأزمة فجيت أنا بكل سهولة بكل بساطة طلبت منه شوية تحاليل جيت لقيت الليفل اوف اي جي اي هاي وجيت لقيت الليفل اوف ايزينوفيلز هاي حتى هاي ايزينوفيل يعني الشخص عنده ايزينوفيليا عنده ايزينوفيليا. هل منطقيا تصير في البرونكيال ازمه؟ تقول لي ها تصير لان الباثوجينيسيس والاكشن اللي خذيناه نحن يصير ستيموليشن اوف اي جي اي بالتالي يزيد ويصير الستيموليشن اوف ايزينوفيل وبالتالي تزيد. بالتالي جمال البرونكي الازمة تلقى عندهم هاي ليفل اوف اي جي اي وهاي ليفل اوف ايزينوفيل. تحقوا فيها الميكانيزم هذه
هذه هي الموست كومن ميكانيزم بتصير لي اوف برونكل ازما. طبعا البرونكل ازما كيفها كيف اي ديزيز، حتى هو عنده انواع. الموست كومن تايب اوف برونكل ازما واللي يصير لي بالميكانيزم هذه بالضبط بحذافيرها تايب اسمه اتوبيك ازما، اتوبيك ازما، او عنده اسم اخر اسمه فيه اكسترنسك ازما، اتوبيك ازما او اكسترنسك ازما. كلمه اتوبيك جايه من كلمه اتوبي، وكلمه اتوبي انديكيت تو الرجي، حساسيه، والالرجي والاتوبي تصير بالميكانيزم تاعنا اللي هي تصير بالهايبر سنسيفتي تايب 1. هذا ليش النوع هذا سموه اتوبيك ازما او اكسترنسك ازما؟ بتقول لي باهي مادام فيه سميت لي انواع انت، معناها في اذر تايبس. فيه نوع اخر من الازما وهذا ليس كومن، يسموا فيه النن اتوبيك ازما، نن اتوبيك ازما اللي هو الانترنسيك ازما، انترنسيك ازما. شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ الاتوبيك، اتوبيك نفس الميكانيزم اللي حكينا عليه تو بالضبط تصير، اللي هو الاتوبيك ازما او الاكسترنسيك ازما، وهو الموست كومن تايب على فكره. هذا سؤال ام سي كيو، موست كومن تايب، تمام. النان اتوبيك، شوف شنو يصير معايا في 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 النوع هذا. النوع هذا ديما يكون في الادلت، ما يكونش في الاطفال، ويكون نوع هذا مش الشخص تعرض لالرجي معينه، عاده يكون تعرض لبعض الانفكشنز. ففي بعض الانفكشنز بعد تدخل البادي تجنب الميكانيزم هذه كلها، تجي دغري الانفكشن او اي اريتنت فاكتور دخلت البادي تمشي دغري هي بنفسها للماسلز، لتحفز السي دي 4، لتحفز الانتيجين بريزنتنج سيلز، ليطلع انترليوكي، لتحفز اي جي اي، لتحفز ايزينوفيل. لا تمشي دغري تختصر في نفسها، او ما تخش تقول علاش ندير في الطريقه هذه كلها، نمشي دغري نفوت عادي نحفز الماسلز وتستكمل القصه. فيمشي الانفكتوس ايجنت او الاريتنت ايجنت يدخل ودغري يجي الماسلز يحفز دي جرانيوليشن اوف ماسلز، مش طلع هيستامين البروستاجلاندين والدبش نتاعها، مش تمشي دي للاتاك. الميكانيزم هذه تصير لي في النان اتوبيك ازما، فبالتالي انا ما صارلش ستيموليشن للاي جي اي، ما صارلش ستيموليشن للتي هيل باسلز، ما صارلش الكلام هذا كله، فبالتالي ما صارلش الرجي. الانفكتوس ايجنت او الايرتنت ايجنت دغري اختصر الطريق ومشى الماسلز بحد ذاته، تمام. فدالي برونكل ازما اتاك بدون القصه هذه كلها. فهذا ليش يسموه فيه ان نون اتوبيك، او يسموه فيه انترنسك عاده يكون ديو تو انفكتوس ايجنت. بي لو انت مفهمين معانا توا، لو جيت قلت لك يا دكتور معناها في الكلام بعد حسب الكلام هذا، ان في النون اتوبيك ازما حنلقى نورمال ليفل of IgE، وحنلقى normal level of eosinophil، يعني there is no eosinophilia. بتقولي صح منطقيا يا دكتور، لان هنا امتى زادت عندي ال IgE وامتى زاد عندي eosinophils؟ بعد صار لي simulation للتي هيلبر سيلز، والتي هيلبر سيلز عاد طلعت interleukins مش حافظت هذه وهذه، لكن النوع هذا دغري جت حفزت الماسلز دغري، فما فيش تحفيز للاي جي اي، ما فيش تحفيز لايزينوفيلز، وبالتالي حيكون نورمال ليفل اوف اي جي اي ونورمال ليفل اوف ايزينوفيلز. وهذا ديفرنت ما بين الاتوبيك والنون اتوبيك. في بعض الديفرنس مش حنكتبهم تو، اكتبون انت معايا تو، خذوا بنينه واكتبون. عندك الاتوبيك ازما ديما تكون موست كومن ان تشيلدرن، اكتبوها، لكن النون اتوبيك ديما تكون في الادلت. الاتوبيك ديما تكون ديو تو الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هذه ما تصيرش بالهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، انا دغري حد تحفزت ماسلز بحد ذاتها. ثاني حاجه الاتوبيك ديما يكون اسوشيتد وذ اذر الرجيك ديزيز، ديما تجيك بحاجه تكون اسوشيتد بالجماعه اللي عندهم الرجيك رينايتس، في الجماعه اللي عندهم حسيه مجرد ما يتعرض للغبار او عجاج يبدا خشمه يصب، يسموه فيه الرجيك رينايتس، او الاشخاص يخشوا باستمرار في اكزيما، فديما هذوما معرضين اكثر انه يخشوا في
في أزمة يكون نوع متاحة أتوبك لأنها due to allergy. لكن هذه لا مش هتكون associated with allergic rhinitis ومش هتكون associated with eczema. هذا عادة لأنه هو أتوبك أو allergy دي ما يكون positive family history. يعني يجيك شخص عنده حساسية هذا تسأله يقول لك والله باتي زمان عنده حساسية حتى هو أمي خالي عمي جدي وهكذا. لكن هذا not associated with the family history. اكتبوا معي هذين كلنا هذين ديروا جدول واكتبوا الكلام يقول كان فيه المقارنات ما بين الأتوبك والنن أتوبك. شنو أخرى؟ وهذه قلناها طبعا هذه high IgE high eosinophils normal IgE normal eosinophil تمام. هذه بالنسبة للباثوجينيسيس أوف برونكيال أزما. آخر حاجة نختموا بها البرونكيال أزما اللي هي المورفولوجي. لكن قبل ما نخشوا على المورفولوجي في نوع ثالث أوف برونكيال أزما وأنا أوردي قلت كم وين الورقة الأولى هي قلنا نحن مش من ضمن الألرجين أوف برونكيال أزما بلا 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 سمينا دراجز صح لا. ففي بعض الأشخاص عندهم حساسية مع الدراجز بس مع الدراجز فقط لكن يتعرض للأعجاج دخان ميصيرلاش الأتاكة. فالأشخاص هذوم هذي رير تصير يسموا فيها drug induced asthma drug induced asthma. وفي نوع آخر اسمه occupation induced asthma. فتجد كل حاجة occupation مثلا الجماعة يتعرضوا للغازز يتعرضوا لي مثلا بعض الكيميكالز على حسب مكان العمل بتاعه يخش في التاك. فتجد كل حاجة الكوز انديوسد كذا تمام. ففي دراج انديوسد أزمة اوكيبيشن انديوسد أزمة. وعلى فكرة اكيد بتقولي بيش الميكانيزم نفس الميكانيزم هذا نفس الميكانيزم تاع الاتوبيك تصير لي في الدراج تصير لي في الاوكيبيشن نفس الميكانيزم هذا. الوحيد اللي زرك شاذ بروح هذا ودير ميكانيزم بروح اللي هو النون اتوبيك فقط. لكن اي نوع اخر من الازمة بيكون نفس الميكانيزم اللي قدامي. اخر حاجه نختم بها محاضرتنا اليوم في البرونكيال ازما اللي هي المورفولوجي للبيشنت اللي يعانوا من برونكيال ازما مورفولوجي اوف برونكيال ازما. بالنسبه للمورفولوجي نفس فكره الاوبستراكتيف لانج ديزيز بشكل عام. تو انا عندي هذينا الايروي كيف ما احنا عارفين كل ما تمشي اخر كل ما تصغر الحجم بتاعها صح ولا لا؟ يعني كل ما يمشي الإيروي كل ما يصغر. عندي أنت بالمضاف إلى الألبيولاي تكون هي أصغر حاجة. يعني تدريجيا يبدأ ينقص الشكل متاعها. طبعا نحنا المورفولوجي عرفنا ناخذه في الجروس مورفولوجي وناخذه في الميكروسكوبيك مورفولوجي. الجروس مورفولوجي بالعين نشوفها شخص عنده ديكريز في الإيروي. ونحن بدري في الكرونيك برونكايتس والإنفيزيما وأي obstructive lung disease قلنا الشخص بعد يكون يصير له inspiration صح ولا لا؟ فهو بعد ياخذ inspiration لأن هنا صاير نروينج لكن دخول الهواء ضغط الهواء ممكن يفتح لي حاجة بسيطة يخش الهواء. لكن في الإكسبيريشن هنا أصلا بروح يصير له constriction وهو أصلا في constriction عند غادي فيبدأ دخول خروج الهواء صعب فيبدأ شنو الهواء يتكدس داخل اللانك. لكن حيكون دي اكسجينيتد لان مليان سي او 2 المفروض يطلع ما طلعش تمام. فعشان تلقى في اوفر ديستندد لانك. لو جبت لك لانك شخص فكيتها جبت لك قلت لك بحث فيها هذا عنده ازمه تلقى اوفر ديستندد لانك اوفر ديستندد لانك. وهذا كله عارفينه. تو نبغى نخشوا في الدقه نخشوا في الميكروسكوبك شنو نشوف؟ أول حاجة نشوفوها مش قلنا نحن في جماعة الأزمة عندهم كف والكف كانت بروداكتيف لأن في زيادة كبيرة في الميوكس سكريشن ده. لو جينا مثلا خذينا ميوكس من عينة ميوكس من شخص يعني من الأزمة وجبنا الميوكس قدامنا هذا ميوكس أو السبيوتم تاع شخص يعني من الأزمة مش قلت لكم بدري إن كل ما يزيد العمق جوه كل ما يصغر حجم الايروي فالميوكس لانه هو ثك شويه فممكن يكون لي جوه ميوكس بلاك. والميوكس بلاك اللي تقدر واخده شنو واخده الشكل السمول ايروي نفس الشكل متاعه واخده كانه مصبوب صب في قالب. فبعد تاخذ سبيوتا من تو تشوفها اندر ميكروسكوب تلقى القوالب هذين اللي واخذت شكل الايروي سمول ايروي تلقى جوه عندك في السبيوتا طلعت عندك قوالب منها
الميوكس، يعني عبارة عن ميوكس بلاك. تلقى الشكل متاعهم كيف السبايرال شيب، فيسموا فين سبايرال، سبايرال ميوكس بلاك، سبايرال ميوكس بلاك. هذين عندهم اسم، اسم خاص بين يسموا فين الكراشمانز، الكراشمانز سبايرال، كراشمان سبايرال. هذه أول فايندينج تلقاها في أشخاص اللي يعانوا من برونكيال أزمة. به جيت قعدت نفصفص أخرى في السبيوتم متاع البيشنت هذا، لقيت فيه كيف الكريستالز، كيف الكريستالز صغيرات الشكل متاعهن نيدل شيبت، نيدل نيدل شيبت كريستالز، شبهات بليباري وكريستالز قاعدة تجو صغيرات. شن قصتنا هذين؟ هذين عبارة عن شنو؟ مش قلنا في البرونكي الأزمة في هاي إيزينوفيلز، في إيزينوفيليا، إيزينوفيليا هذي مرت أو الإيزينوفيلز يطلع في سبيوتم، بعد يطلع في سبيوتم يصير لهم بريك داون، يتكسرون ويتحولون على هيئة كريستالز، تمام؟ فالكريستالز اللي موجودات في السبيوتم هن عبارة عن ديو تو بريك داون of الايزينوفيلز. بتقول لي يا دكتور هذين ملهنش اسم حتى هنا كيف اللي قبلهن، اللي قبلهن سميناهن كراشمان سبايرال. طبعا هذين عندهن اسم، هذين سموهن بالشاركول ليدن كريستال، شاركول ليدن كريستالز. شنو هن الشاركول ليدن كريستالز؟ عبارة عن needle shaped crystals due to breakdown of eosinophils. بشين أخرى ممكن نشوفها بالميكروسكوب، لو جينا خذينا عينة قصيناها وجينا شفناها under microscope، مش قلنا نحن من ضمن pathogenesis of bronchial asthma يصير لي smooth muscle contraction، وقلنا نحن ان bronchial asthma يكون episodic attack بشكل متقطع. فتخيل ده الشخص يتعرض للألرجين يصير stimulation للمصل بينتر الطبيعي، يصير الستيموليشن طول طبيعي، يصير الستيموليشن وهكذا. فالمصل تقول لك لندمت نفسي لك، نحاول ما دام عندي الضغط زاد عليا والستريس زاد عليا، فانا بدير ادابتيشن للعمل نتاعي قاعد نخدم اكثر من اللازم، فيبدا يصير لي هايبرترفي للسموت مصل، تغلط نتيجه ان عندها شنو الورك زاد عليه اوفرلود. فمرات نلقوا هايبرترفي اوف سموث muscles of bronchial tube، تمام؟ فعندنا 3 findings نشوفوهن under microscope في الجماعة اللي عانوا من bronchial asthma. نلقوا Crashman's spirals، نلقوا الكريستال أو charcoal laden crystals، ونلقوا hypertrophy في smooth muscle، تمام؟ هذا فيما يخص موضوع bronchial asthma.